لبيك اللهم لبيك. أيام قليلة ويشد الحجاج الرحال إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، ومن هذا المنطلق جاءت الحلقة الحوارية التي تناولت مناسك الحج وأحكامه الفقهية والتعريف بالوضع الصحي العام للحجاج، مع شرح واف عن الأمراض الناتجة عن الزحام وكيفية تجنبها. أنواع الأنساك التي يذهب بها الحاج إلى ذلك المكان، إما أن يكون قاصدا للحج وحده دون غيره، أو قاصدا مع الحج أن يعتمر، وقد تكون العمرة منفصلة عن الحج بإحرام مستقل وهذا الذي يطلق عليه التمتع، أو تكون مقارنة للحج في إحرام واحد وهذا الذي يطلق عليه بالقران. على كل حاج مراجعة الطبيب العام اللي يتابع حالته للوقوف على حالته الصحية وما هو ضروري القيام به قبل أداء مناسك الحج أو الذهاب إلى الديار المقدسة. وتطرقت الحلقة أيضا إلى شرح نظام بعثة الحج الرسمية والخدمات المقدمة للحجاج، مع بيان حقوق الحاج القانونية وطرق التواصل مع البعثة. برنامج تسجيل إلكتروني لحجاج سلطنة عمان، ونحن في هذا العام مع نسخته الثانية. كانت هنالك بعض التعديلات على هذا البرنامج، والحمد لله لاقى هذا البرنامج ارتياحا من قبل الجميع. كما تناولت الحلقة كيفية الحفاظ على الأمن الشخصي وأمن الممتلكات والوثائق، مع إرشادات لكيفية التعامل مع الحالات الطارئة. أعددنا خطة كخطة الطوارئ، يكون هناك مسح ميداني وزيارات وبرامج وتوعية للحافلات أو للحملات، مواقع الحملات، كذلك أيضا للثكنات، ونقدم لهم بما يخدمهم. فهنا في هذه الحالة لابد أن يكون إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة مسقط.